بالنسبة للقضية ديال المساواة بين النساء والرجال، حزب الاستقلال واضح، حنا وباش نكونوا أوضح تنقولوا اليوم هاد المساواة كاينة في الدستور، وهذا دائما تندافعوا كحزب على المساواة وعلى مكانة المرأة في المجتمع. وحنا مرة أخرى ليلة اليوم العالمي للمرأة يمكن اعتبار بأن مع الأسف رغم الحقوق ورغم التطورات اللي وقعت على الصعيد الحقوقي والقوانين اللي تغيرت، باقي المرأة تتلقى صعوبة في الولوج إلى سوق الشغل، الصعوبة كذلك باش يمكن لها تلعب الدور ديالها الكامل في المجتمع. وتنعرفوا بأن هذا المجتمع يمكنلوش يتنمى إذا ما كانش كذلك المرأة تساهم بقوة في تطويره. ولكن تنعتبروا كذلك بأن احنا متشبتين بالثوابت ديالو، وبأن لا يمكننا أن نفتح نقاشات هكذا بدون أن تكون هذه النقاشات أولا هادئة وفي إطار كذلك المؤسسات اللي كاين فيها ذوي الخبرة والناس اللي عندهم الإمكانيات الكافية. لأن ما نساوش بأن هذه الأمور فهي محددة وواضحة في القرآن وواضحة كذلك في كذلك في المذاهب والاجتهادات. وبالتالي اليوم نعتبر بأن الحزب عنده واحد التجربة في هذا الإطار، وساهم من خلال السي محمد بوستة بالنسبة لمدونات الأسرة وجاءت الملك كون واحد اللجنة، وصلنا إلى نتائج مرضية. وقع الاجتهاد ولكن انطلاقا من احترام المبادئ والثوابت ديال الأمة ديالنا. وشكرا. فيما يخص الإرث أرى الدين في صلفه، القرآن إذا كنا في واحد دولة إسلامية راه واضح الإرث، وراه حتى النساء المغربيات راهم غاديين في هذا الاتجاه، زعما ما كاينش إلا القليل ثم القليل ثم القليل. هذه تنعطي واحد الفرصة للتطرف ملي تندخلوا في هذه المسائل اللي هي محسومة نصا. الاجتهاد كنا تنهضروا فيه حنا كحزب فيما يخص النساء السلاليات اللي كانوا محرومين من الإرث ديالهم، ما كانوا سيورتو، دافعنا الحمد لله ولاو تيتمتعوا دابا بالإرث ديالهم فيما يخص الأراضي السلالية. ما عدا ذلك راه صعيب ندخلوا في واحد شق المجتمع الى الاطراف، ما يمكنش. الارث راه ارث، راه واضحه لهم. والانسان في حياته الا بغى يعطي لبنته حتى ما يملكه كله راه ما تيزول له حد، حتى شي واحد ما تيزول له. يزول لك شي واحد تعطي لبنتك الا عطاك الله شي حاجه، ولكن واش هذا هو المشكل المغاربه اليوم؟ حنا تنجيبوا بعض القضايا وتنلهيو بها المجتمع وتنبقاو تنتناقشوا فيها وتنساو العيش الكريم ديال الشعب المغربي، تنساو الديمقراطية الحقيقية، تنساو السكن للشعب المغربي، تنساو التشغيل، تنساو الصحة اللي هما أساسيين، وتنخيدو في شي ملفات اللي تبقى الرد والرد، ويجيو الناس التكفيريين وبداو يكفروا الناس، ودخلنا في واحد المتاهات اللي حنا بعاد عليها وما يمكنش حزب الاستقلال يدخل فيها، لأن هذا مضبوط بالنص.